نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية، نكمل الملف اللي بدأنا به قبل الفاصل بخصوص فيروس كورونا المستجد والتعامل معاه والإجراءات الوقائية والقرارات الجديدة اللي تم الإعلان عنها النهاردة من خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء اللي كان حضره كمان وزير الطيران ووزير السياحة والآثار ووزير الدولة للإعلام. كان من ضمن القرارات المتعلقة بتعليق الطيران المدني، وطبعا هنتكلم عن التفاصيل وأهمية هذا القرار والخسائر كمان، لأن طبعا رئيس الوزراء لم قال ده بشكل صريح وقال أنه على الرغم من الخسائر الكبيرة إلا أن صحة المواطن المصري هي ليها الأولوية عندنا بالتأكيد. معانا على التليفون معالي الوزير وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة. مساء الخير يا معالي الوزير، أهلا وسهلا بسيادتك. مساء الخير يا فندم. تفاصيل أكتر بقى عن القرار المتعلق بتعليق الطيران يا فندم. والله يا فندم، هو القرار اتخذ بعد دراسة وتأني من جانب دولة رئيس الوزراء ومن جانب اللجنة الدائمة اللي كان فيها معالي وزير السياحة والآثار، وكان فيها معالي وزير الصحة ومعالي وزير الإعلام، وأنا شرفت أن أكون أحد أعضاء هذه اللجنة. تمام. وتمت دراسته فترة طويلة، كان الأهم فاكتور فيها وأهم عامل فيها كان هو صحة المواطن المصري. محدش فكر في الأرقام اللي الدولة تتكبتها، مش مهم الأرقام، صحة المواطن المصري وأمان المواطن المصري تخلينا ناخد أي إجراءات احترازية. إحنا الحمد لله الوضع زي الفل عندنا، أحسن من بلد كتير، إنما دي بنعمل إجراءات احترازية للحفاظ على صحة المواطن. هذه الإجراءات بتكبل الدولة مليارات، لكن توجيهات القيادة السياسية إن صحة المواطن هي أهم حاجة نقدر ناخد نبني عليها قرار. بشكل سهل ومبسط كده للمواطن العادي اللي بيسمعنا، تعليق الطيران انه ولا حد هيسافر ولا حد يجي لنا، يعني هل في اي يعني قول لي هل ده الساعه 12 بالظبط يا فندم، اعتبارا من الخميس الساعه 12 الظهر هيبقى ما فيش حد هيسافر او حد هيجي زي ما حضرتك قلتي. انما الرحلات البضايع شغاله، والرحلات والطيران الداخلي شغال جوه جمهوريه مصر، ما فيش فيه مشكله. هل في اي استثناء يا فندم؟ بمعنى يعني احنا من الخميس الساعه 12 الظهر ده اللي هيحصل، هل في حالات معينه بعينها؟ يعني كنا تابعنا خلال الفتره اللي فاتت مثلا بعض الدول كانت يعني عايزه انها تسفر رعاياها هنا في الدوله المصريه وحصل ده بالفعل، هل ده هيفضل مستمر معانا ولا خلاص المساله يعني انتهت؟ والله يا فندم احنا يعني هنسعى تنفيذا لقرار دوله رئيس الوزراء ان هو الساعه 12 الظهر يكون خلصنا كل عمليه الاجلاء او اننا المصريين يجيبوا من بره، انما طبعا اكيد لو في حد ما زال عالق هيبقى في ليها حاله تدرس، ومش هنسيب حد من ولادنا المصريين عالق بره وعايز يرجع للوطن. طب دي نقطة مهمة حضرتك وضح لها لنا أكتر برضو، إنه لغاية يوم الخميس أي مصري يعني في أي دولة هيبقى متاح بالنسبة له العودة لمصر، لكن بناء على إيه؟ يعني طبيعة الإجراءات؟ اتفضل. احنا مجتمعين دلوقتي حضرتك بتكلميني وأنا في المكتب وفي غرفة عمليات من السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشركة القابضة كابتن رشدي زكريا، وكابتن أشرف الخولي رئيس شركة الخطوط، مركز العمليات المتكامل، الكل قاعد مع كونتاكت مع مكاتبنا بره، بنكبر الطيارات، بنعمل طيارات تانية إضافية علشان أي حد طالب إنه يرجع واجبنا إن إحنا نرجعه. الغرفة قاعدة بتتلقى بس تكون طلبات حقيقية علشان يعني الطيارات ما تطلعش تطلع وترجع فاضية. طيب بالنسبة للسياح اللي قال اتكلم عنهم معالي رئيس مجلس الوزراء النهارده إن هم يكملوا عادي برنامجهم السياحي ويعني جولاتهم عادي في مصر، يعني دول هيبقى الوضع بالنسبة لهم إيه؟ مع دولة الرئيس أشار وقال إن ضيوفنا اللي قاعدين كل واحد بيخلص برنامج بتاعه السياحي، وقت ما البرنامج بتاعه بيخلص بيسافر إذا كان الجمعة أو السبت أو الأحد أو whatever، حتى لو بعد الخميس. أيوة يعني لا ده ضيوفنا دول هيكملوا برامجهم السياحية وبعدين وقت ما البرنامج يخلص يتفضلوا إنهم يسافروا. طيب معلش يا فندم برضو هي مهم طبعا، عظيم ان الدولة تبقى حتى المواطن قدام عينيها بغض النظر عن اي خسائر واي ارقام، لكن كمان علشان احنا نكون يعني جزء من يعني من المشهد ونبقى متحملين مع حضراتكم المسؤولية وفاهمين العبء على الدولة دلوقتي، الخسائر اللي تحملتها وزارة الطيران المدني خلال الفترة اللي جاية نتكلم في كام والرقم المتحمل؟ دولة الرئيس اشار للرقم واشار معاليه الى 2.25 مليار جنيه مصري دي الخسائر المتوقعه. لا متوقع، لا بتكلم كمان على الفتره اللي فاتت، ما الفتره فاتت برضو كان في تعليق طيران لكتير من الدول.
ايوه يا فندم، الفتره اللي فاتت احنا تكبلنا كمصر الطيران، تكبلت حوالي 67 مليون دولار في الفتره اللي فاتت بتاعه شهر 2 وشهر 3 نتيجه الطيران وحركه الطيران والبلاد اللي قفلت واحنا مكملين. وزي ما حضرتك اشرتي ان سياسه الدوله هي صحه المواطن، الدوله المصريه بصراحه بتعزف سيمفونيه جميله من اول عوده المصريين من وهان على حساب الدوله واقامتهم لغايه ما تاكدنا انهم سلام، اولادنا اللي كانوا في اليمن ورجعوا على حساب الدوله، كل دي سيمفونيه الدوله المصريه بتعزفها. النهارده بنكملها، بنعلق طيران علشان صحه المواطن المصري. مع تعليق المدارس والنشاط الرياضي وغيره من الامور، حضراتكم بتقولوا لنا ورئيس مجلس الوزراء ان الوقت ده هيتم استغلاله ان احنا برضو نشتغل على الاماكن دي، نعقم، نطهر الحاجات الصحيه، الحجر الصحي اللي موجود عند حضرتك في المنافذ بشكل عام. كلمني على التفصيله دي يا فندم، وايه اللي هيتم يعني عمله خلال فتره التعليق؟ والله يا فندم احنا كوزاره الطيران ابتدينا اوريدي يوم الخميس اللي فات، انتهزنا ان كان يوم اجازه في الدوله، تم تعقيم المبنى الاداري بالكامل لمصر طيران، تم تعقيم مبنى قطاع التدريب لمصر طيران، بعدها تم تعقيم سلطه الطيران المدني، تم تعقيم شركه الملاحه، تم تعقيم مبنى الوزاره بالكامل. في الفتره دي بنعقم المطار على طول. الحمد لله كانت في سيول في مصر اليومين اللي فاتوا، المواطن المصري شاهد المطارات، الحقيقه كانت صوره يعني تخلي كل مصري يفتخر بمطاراته اللي ما كانش فيها نقطة مية. برضو كل دي حاجات يعني حاجة كويسة للمواطن طبعا يا فندم. طيب نقطة أخيرة سيادة الوزير، رئيس الوزراء النهاردة اتكلم برضو على الموظفين الدولة وهيتم تخفيض العدد شوية، ناس تشتغل من البيت تريح، يعني نقلل برضو التكدس علشان انتقال العدوى لا قدر الله. الكلام ده بقى يعني هيحصل ازاي بالنسبة لوزارة الطيران المدني، الموظفين العاملين، الطواقم المختلفة برضو، هل في أي قرارات داخلية أو تنظيمية؟ اوريدي من بعد يوم الخميس الساده العاملين في المطارات هيبقى حجم العمل يعني ضعيف جدا جدا جدا، فبالتالي العماله دي مش هتكون موجوده. مش معنى كده يعني ان هنستغنى عنها معاذ الله، لا يعني هتكون مرتاحه في بيوتها. وتم اوريدي احنا في الاجتماع دلوقتي تنفيذ تعليمات دوله رئيس الوزراء بتخفيض العماله، وبحيث ان احنا برضه يبقى الموجود اللي هو يقدر يمشي المرفق، لان هو المقصود منها عدم التواجد في اماكن مزدحمه. وهنا انا بناشد اخواتنا والمواطنين واولادنا واهالينا، يا جماعه ارجوكم بلاش الاماكن المزدحمه، بلاش الشيشه، بلاش الحاجات دي ارجوكم، يعني عشان ناخد بقى شويه اجراءات احترازيه احنا بينا وبعض كشعب علشان انتشار المرض. سيادة الوزير بجد أنا شاكرة ومقدرة إن حضرتك دخلت معانا على الرغم من الانشغال وعلى الرغم إن حضرتك في وسط الاجتماع دلوقتي، لكن شكرا جزيلا. طبعا مهم للمواطن المصري إنه يكون على علم بكل التفاصيل وإيه اللي بيتم وإيه اللي الدولة المصرية بتعمله لمصلحته. شكرا جزيلا سيادة الوزير محمد طيران محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بشكر حضرتك يا فندم.